اسمح لي استاذ جورج، اول شيء علق على اللي حصل اليوم بخلدي، حيث يعني ما حصل هو مؤسف، وسمعت طبعا كلام الزميل حسن فضل الله، وشعرت كأنه سليم عياش سيسلم الى القضاء. بكل الأحوال هذا الأمر بعهدة الجيش، ولكن بحب أقول أن العشائر ليسوا بعصابات، هم أبناء هذا البلد. العشائر هم أبناء العز والكرامة. ما يهم العشائر هو العدالة. أنا أكيد مع منطق الدولة، مع منطق القضاء، ولست مع السائر طبعا، ولكن وين كانت الدولة 11 شهر لم تسلم من قتل الشهيد غصن؟ وهل يصح كذلك أنه يكون في تشييع مدجج بالسلاح؟ هل يصح بأنه يكون في سلاح متفلت غير شرعي يؤدي بغياب الدولة إلى ما اللي عم نشوفه نحن اليوم؟ فبرجع بكرر، نحن مع يعني تحت سقف القانون، ويجب العدالة تاخذ مجراها، و يعني لسنا مع الثأر، ولكن المحاسبة ضرورية. هل أنتم ويجب على القوى الأمنية والجيش انه كانوا يتعاملوا مع هذا الموضوع بطريقة اكثر امنا لما حصل اليوم؟ كيف يعني انه يكون في انتشار للقوى الأمنية والجيش لأنه في تشييع، ويكون في يعني ضبط للأمن استباقي، يعني هيك المقصود؟ أكيد يعني، أكيد يعني البارح من بعد ما صارت يعني الحادثة، صارت مبارح، كان لازم يكون في انتشار للجيش، وكان لازم يكون في يعني ضبط للأمن، وكان لازم يكون في تحضير، لأنه الكل عارف أنه في جنازة بدها تمرق، والعشائر كانوا على علم بأنه هالجنازة رح تمر، وكانوا عم يدعوا ل يعني تهدئة النفوس. ولكن لما بتطلع هالجنازة مدججة بالسلاح، يعني الإسعاف اللي كان طالع هو كان مش بقلبه الجثة، كان بقلبه سلاح، وكان الجيبات اللي طالعة كلياتها بسلاح عم تستفز العشائر. يعني إلقاء كذلك الرصاص على صورة الشهيد مرة تانية، أو إزالتها وإطلاق الرصاص على المنازل، هذا طبعا رجع أثار غضب العشائر. نحن مش عم نبرر، بس هيدي المعلومات سترولا، كل هذه الصورة كان لازم تكون مضبوطة من الجيش. نعم، بس سترولا أنه الإسعاف مدجج بالسلاح والناس كلها مع سلاح، يعني هذه معلومات موثقة يعني من قبل مين؟ من قبل أجهزة أمنية هالمعلومات، ولا من قبل يعني نحن الناس شفنا هونيك، ولا كيف؟ هلا نحن شفنا صور وشفنا مشاهد فيديو بتثبت هذا الواقع، ولكن برجع بقول هيدا الأمر هو بعهدة الجيش، بعهدة القوى الأمنية، وبعهدة القضاء. نحن اللي بدنا إياه أنه مين ما كان اليوم حامل السلاح خلال التشييع يجب أن يسلم ويجب أن يحاسب. من كل الأفرقاء، كل من يحمل سلاح غير شرعي وسلاح متفلت غير مرخص يجب أن يتم محاسبته وتوقيفه فورا. بس في ناس، يعني في ناس قتلوا ناس آخرين، يعني اللي لازم يتسلموا أو اللي لازم يتم إلقاء القبض عليهم هن اللي قتلوا، يعني هول الأولوية أنه يتم إلقاء القبض عليهم طبعا. نحن مش عم نقول أكيد أستاذ جورج، نحن مش عم نحمي أي أحد، بالعكس نحن منطالب بتوقيف كل من استعمل السلاح، من قتل ومن استعمل السلاح. هذه الفوضى غير مسموحة. نحن عم نقول انه الامور يجب ان توضع بنصابها، يجب ان يكون الكل تحت سقف القانون حتى ما نوصل للي وصلنا له امبارح واليوم. هذا اللي نحن عم نطلبه، انه يكون الكل تحت سقف القانون وان تتحرك الدوله. برجع بقول لو 11 شهر تحركت فيه الدولة وألقت القبض على من اغتال الطفل غصن، ما كنا وصلنا لأنه يقدروا ياخذوا تارون بالثأر. إيه بس وهذا بس الشيء يعني اللي بخوف، يعني إذا استمرينا بس بهذا هذا الكلام الوضع حنسمع حالات كثيرة لقدام من هذا النوع. ولكن هذا الكلام يعني ويشكل وكأنه حماية للذي قتل، يعني لما نقول أنه
ليش انتركت الأمور على مدى السنة؟ لا أبداً. لازم يتم تسليم كل من كان حامل سلاح وكل هذه، يعني هذا المنطق يقود إلى نوع من الحماية للأشخاص يلي قتلوا، يعني ما مش إنه تكون الأولوية لتسليم الذين قتلوا. لا بالعكس، نحن عم نقول بالعكس، نحن نطلب تسليم. هو لو تم تسليم من قتل الشهيد غصن ما كانوا وصلوا للي هون. أنا برجع بكرر وبقول نحن تحت منطق الدولة وتحت سقف القانون، هذا ما يجب أن يحصل. نحن عم نقول لو تم تسليم من قتل الطفل غصن ما كنا وصلنا للي وصلنا له اليوم. نحن ضد القتل، ضد الثأر، ضد التهرب من العدالة مين ما كان يكون على الأراضي اللبنانية. نعم. خليني انتقل. تفضل. اللي عم تحكي عنها مدام رولا بحترم رأيها، وأنا بدي أحكي بلغة هادية طبعا، مني بمكان أعطيها درس. بدأ بمحل كمان في أهالي ضحايا اليوم بعده في الدم على الأرض وفي أصحاب الدم على الأرض. وطبعا أنا الشيء السابق والتراكمات لم تعالج بالشكل المطلوب، بس في كلام خطير عم تقول في سيارة إسعاف كان فيها مسلحين. هذا الأمر هدر دم لكل سيارة إسعاف سواء الهيئة الصحية الإسلامية أو أي جمعية، أمر خطير جدا. هذا المحل يعني العدو الإسرائيلي بالإذن منك ما بيفكر أنه في سلاح بسيارة إسعاف. إذا كان هذا الأمر صحيح تتفضل الأجهزة الأمنية ومخابرات الجيش تقول كان توضح. في توضح اليوم قبل بكرة تقول في سلاح كان بسيارة الإسعاف. وأنا حرصك على الوحدة الإسلامية أكيد. وحرصك على وحدة لبنان، بس ما فينا هيدا اللي عم نطلبه. بس ما فينا هيدا اللي عم نطلبه. بس ما فينا سترولا، ما فينا نكب كلام هيك بهيدا المحل. اثنين، أنا ما بدي أقعد مسجد لا عشائر عربية ولا عشائر أجنبية. هذه العشائر بتضم سنة وشيعة وكلهم شرفاء، بس ابن العشيرة إذا كان سني وقاتل هو مجرم، وابن العشيرة إذا كان شيعي هو مجرم. بعدين شو هالتصنيف هيدا؟ أنا مني ابن عشيرة، وجورج منو ابن عشيرة، وحضرتك منك بنت عشيرة. شو هالتصنيف هيدا نمشي فيه بهيدا المحل؟ إنه من مسجدهم من مسجدهم، مش طريقة هيدي كمان. خلي حكم القانون يحكم بين المواطنين. أنت محامية ومشرعة. لا لا استاذ رضوان، لا نقعد هيك نشيل عشائر إنه كان نزين السماء. اسمح لي. تفضلي. لا ما نحن ما حدا عم يحكي هيك، نحن عم نقول كمان العشائر ليسوا بعصابات. لحظة أستاذ رضوان، نحن عم نقول بلا بالعشائر في عصابات، أنا مش في ناس بتقتل وفي ناس بتقتل طبعا. أنا ما عم بعمم، في أكيد في عصابات، وبالعشائر في ولاد طيبين ووطنيين ولبنانيين وكذلك بالفريق الآخر. إذا بتريد ما تقاطعني أستاذ رضوان، تفضلي. ما تقاطعني أستاذ رضوان إذا بتريد، ما تحرف كلامي استاذ رضوان، ما تحرف كلامي. انا اللي عم اقوله اليوم انه نحن اليوم عم نقول في سلاح غير شرعي، في سلاح متفلت، في 11 شهر مجرم هارب من العداله. نحن اللي عم نقول كذلك العشائر هم ابناء دوله، ومن منهم قتل يجب ان يحاسبوا، ومن منهم كمان اصحاب حق يجب ان ياخذوا حقهم. نحن عم نقول انه هول ابناء دوله، نحن مش عم نصنف احد. نحن اليوم عم نقول يجب ان تطبق العداله على الجميع، مش على حزب دون الاخر. هيدا اللي نحن عم نطالبه اليوم. انا لاني قانونيه ومشرعه، نحن عم نجي نقول هيدا الشيء يجب ان يكون تحت سلطه القانون وضمن منطق الدوله. طيب. ما عاد فينا نحمل السلاح غير الشرعي والسلاح طيب اليوم كمان على كل الأراضي اللبنانية يعني كمان ولكل اليوم شفنا أبناء هذا البلد. اليوم شفنا سلاح متفلت بخلدة كمان، يعني كمان لازم نكون ضد هذا السلاح المتفلت بخلدة، ما هيك؟ أنا طالبت، أنا بفتكر ابتديت كلامي أستاذ جورج أنه نحن كل واحد ثبت اليوم حامل سلاح خلال هذا التشييع يجب أن يسلم. ده. يجب أن يضبط السلاح غير الشرعي والمتفلت في لبنان.